السلام عليكم أيها الأحباء أينما كنتم، لقاؤنا يتجدد وإياكم على الخير والمحبة دائما بإذن الله تعالى. أيها الأحباء، إلينا رومانسكي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى بغداد لا يهمها أن تدلي بتصريحاتها، سواء كانت هذه التصريحات واقحة أم أنها تتسق مع الأعراف والتقاليد الدبلوماسية الدولية. فقد صرحت في الآونة الأخيرة تصريحا أقل ما يوصف بأنه تصريح خطير، إذ قالت بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن ترحل عن المنطقة، وأكدت أن العراق يمثل أهمية استراتيجية كبيرة لدى واشنطن. ليس هذا وحسب، بل أنها وفي تجاوز سافر على سيادة العراق، ويعد نوعا فاقعا من أنواع التدخل في الشأن الداخلي العراقي، إذ أنها تقوم بجولات مكوكية بين القادة السياسيين، بل وأكثر من ذلك حتى على بعض المسؤولين في الحكومة العراقية، كما أنها أرادت أن تبعث رسالة بأن الولايات المتحدة الأمريكية عبر سفارتها في العراق تدخلت حتى في الشأن الاجتماعي حين استضافت عددا من المعقلين، وقالت أن هؤلاء شيوخ عشائر الجنوب في دعوة على إفطارية رمضانية. هذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم، والتي حملت عنوان إلينا رومانسكي للصبر حدود. معكم على فاضل في التقديم، ومعي في الإعداد الإعلامي قاسم العجرش، وفي الإخراج أحمد سلام. أيها الأحبة، كما هي العادة نقرأ سوية مقطع من إحدى المقالات التي كتبت حول الموضوع. مقال الأول حمل عنوان السفيرة الأمريكية تحركات وتصريحات ممقوتة، الكاتب ماجد الشويلي. المقال الأول عنوانه السفيرة الأمريكية تحركات وتصريحات ممقوتة، الكاتب ماجد الشويلي. لم تكتفي السفيرة الأمريكية في العراق بتحركاتها السخيفة وتدخلاتها الفجة بالشأن العراقي، بل تمادت أكثر فأكثر حتى رصعت تحركاتها الوقحة بتصريح أقبح وأكثر إثارة للريبة من كل ما سبق، حين ادعت أن أمريكا باقية في العراق ولن تخرج من المنطقة. ومما لا شك فيه أن مثل هكذا تصريحات لا تصدر اعتباطا ولا جزافا، وإنما عن قصد وغاية، كما وأنها تنطوي على عدة رسائل، منها أن تصريح السفيرة يشتمل على تهديد مبطن وتحد صلف لكل من له رأي مخالف لبقاء الأمريكان في العراق والمنطقة. وبشكل عام فإن هذا التصريح يشكل تحديا كبيرا للإطار التنسيقي وحكومة السودان، وقد يؤدي إلى تقويض ائتلاف إدارة الدولة وينسف الثوابت التي تبانوا عليها. مرحبا بكم مرة أخرى، وأدعوكم للانضمام معي للترحيب بضيوف الأكارم، الباحث والمحلل السياسي الأستاذ عباس العرداوي. مرحبا بك. أهلا وسهلا بك. الباحث والأكاديمي الدكتور حيدر البرزنتي. مرحبا بك. حياك الله. وياكما ضيفين كريمين. أستاذ عباس، أمريكا باقية في العراق بحسب تصريح رومانسكي، حيث قالت أن الولايات المتحدة الأمريكية لن ترحل عن المنطقة، وأكدت أن العراق يمثل أهمية استراتيجية كبيرة لدى واشنطن. احكي لي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لك سيدي الكريم، تحية لك ولأخي وزميلي دكتور حيدر وجمهوركم ومتابعيكم الكرام. تأكيد هذا المحل مراقبة تواجد الولايات المتحدة الأمريكية هو محل نظر لكل الكتاب والباحثين، لا سيما ممن يؤمن بضرورة خروج الولايات المتحدة الأمريكية، وممن يؤمن أنه كل الضرر الذي حدث خلال الفترات السابقة والذي قد يحصل في الفترات اللاحقة هو بسبب هذا التواجد، الذي هو لا يعد فقط تواجدا عسكريا، إنما تواجد أخذ مساحته السياسية والأمنية والثقافية والاجتماعية. واضحة لدينا نشاطات السيدة السفيرة، ما شاء الله، يعني ما تركت قطاع من قطاعات المجتمع ما دخلت فيه، وبالتالي تشكل عامل إحراج جدا كبير للمنظومة السياسية. وعدتنا القوى السياسية أنها سوف تساهم في عملية المغادرة، وشرعت ذلك من خلال قانون في المجلس التشريعي النيابي، وألزمت القوى السياسية نفسها بالتزامات كثيرة اتجاه جمهورها،
وتحدثت بصراحة هذا الموضوع، وفي الفترة الأخيرة هي تحدثت عن تخويل للحكومة في تقدير المصلحة بحجم الإبقاء وعملية الإبقاء وتداول هذا الإبقاء وما يترتب عليها من أثر قانوني وأثر تشريعي وأثر اجتماعي. الانخفاض بالنسبة لمن هذا الأثر القانوني والتشريعي؟ بالتأكيد هذا الموضوع من خلال التحالفات والتعاقدات التي تطلقها الحكومة، تعرف الحكومة السابقة نعم بعنوانها كحكومة عراقية. نعم 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 نعم. في حكومة الكاظمي هنالك توقيعات وقعت في واشنطن في زيارته لواشنطن مع ترامب أو مع الوضع السياسي بشكل كامل وتعهدات وزارة الخارجية، هذه لم تتطلع عليها كل القوى السياسية لحد هذه اللحظة. هنالك تداعيات لهذا الموضوع، هنالك حديث عن تعهدات بالإبقاء لثمان سنوات، وبالتالي هذا استدعى أن تكون هنالك عملية متابعة لهذه القوات، عم انخفاض عدد القوات، عدم وجودها، تجولها، الطيران تعرف بها كثير من يعني عدم تنفيذ عمليات عسكرية، التواجد السكاني، العدد نفسه. وين حكمية اتفاقية الإطار الاستراتيجي؟ هذه الحاكمية ضربت بتشكيل التحالف الدولي الذي هو في سننه الدستورية والقانونية شيء وفي واقعه شيء آخر. نتحدث عن 60 دولة قدم العراق طلب للأمم المتحدة وطالب أن تكون هناك تشكيل لتحالف دولي يساعده في مكافحة داعش، هذا انضم كله تحت وجود الولايات المتحدة الأمريكية وتم استثماره في عملية صناعة القواعد الأمريكية، وتعرف أدخلنا في معضلة كبيرة جدا، منها استشهاد القادة، منها عمليات القصف، منها عمليات الاستهداف المستمرة، عملية الاستهداف النوعي للحشد وغيره وخرق الحدود. يعني في مجمله هناك تداعيات، هذه التداعيات تلزم القوى السياسية أن يكون لها رأيا واضحا من هذا الموضوع. دكتور حيدر، هذا التصريح ينطوي كأنه ينطوي على عزم الولايات المتحدة الأمريكية على تكثيف وجودها في المنطقة وفي العراق بالتحديد، يعني ربما لحماية قواعدها مثلا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أكو رأي آخر، يعني أنا أرى جانب آخر. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لجنابك أستاذ علاء. مرحبا بك. ولأخي جناب سيد عباس ولمتابعي قناتكم موقرة. هذه رسالة يراد من خلال هذه الرسالة فيها، طبعا المتلقي هو ليس فقط العراق وليس فقط القوى السياسية الشيعية تحديدا التي هي من حملت لواء عدم البقاء للقوات الأجنبية لا سيما للقوات الأمريكية المحتلة والمعتلة. بالحقيقة هي مو قوات سلام ولا يوجد لها غطاء قانوني، لكن ظروف هي بقايا قوات الاحتلال، هي ظروف موضوعية حصلت في ذلك الوقت في عام 2014. نعم، قدم العراق طلب وكان الطلب هو فقط الإسناد الجوي ولم يشتمل على تواجد قواعد عسكرية، لكنه باعتبار هناك اختلاف بوجهات النظر داخل النسيج السياسي الكردي والسني وغير، يعني لا يأبه لبقاء هذه القوات أو عدم بقائها، فبالتالي لعبت الولايات المتحدة الأمريكية على هذا الوتر، فبقى هناك الدبلوماسية العراقية والسياسة العراقية التي نثق بحكومة السيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بأنه هناك تكتيك وتوقيت خاص للخروج. أرادوا من خلال هذا التصريح أن يوصلوا رسالة إلى أطراف تعد هي أطراف خصومة بالنسبة لهم، منها الجمهورية الإسلامية، منها تطمينات لبعض دول الخليج وتطمينات حتى للكيان الصهيوني. نعم، هم باقين في هذه المنطقة لكي نحميكم ونرعاكم خلاف الواقع. هذه التحركات اللي تحدثنا قبل قليل، تحدث فيها جناب السيد من موضوعة أنه هذه التحركات التي تحصل، كثير من السفراء يتحركون لكنهم لا ينشرون، هذا التعويض عن حالة تحاول زين. هي خلي نسأل سؤالنا الأساسي. نعم. هو هل تتفق هذه التحركات مع سياقات الدبلوماسية؟ قطعا لا. لا، هي مشكلة وين؟ مشكلة الحقيقية انه انت اليوم البلد ما مستقر سياسيا. نعم. يعني ازمات وصدمات متتالية حدثت في العراق، لو كان
الآن بدأت مرحلة الاستقرار السياسي. لو كان هناك استقرارا سياسيا واقتصاديا، وأنا أتحدث هنا عن الاستقرار بمعنى القرار الاقتصادي العراقي، لو تحرر من هيمنة الدولار وهذه القصص المعروفة، كان بكل أريحية يستطيع العراق أن يتخلص من هذا القضية، وتخلص منها في عام 2011 حقيقة، ثم عادت مرة أخرى. الحديث هنا ليس فقط عن آلية الخروج، حديث هنا عن آلية التوظيف الإعلامي للبقاء. الحديث هنا عن آلية محاولة الطعن بمن يحمل لواء عدم البقاء، سواء كانوا فصائل مقاومة أو كيانات سياسية منتظمة داخل المؤسسة التشريعية وجزء منها كبير مشارك في العملية السياسية والحكومة. فبالتالي يريد أو تريد أن تقول للجمهور أن هؤلاء هم متناقضون في أفعالهم وأقوالهم، وأنا أتحداهم لماذا حتى تبقى قضية الضغط والكارت الضغط. أنا أتحدث بصراحة، اليوم موضوعة الكهرباء والغاز من الجمهورية الإسلامية، تعرف حضرتك الآن تم تقليل الغاز، ليش؟ لأنكم مستحقات. الجمهورية دولة تبحث عن مستحقات. وزارة الكهرباء تقول أنها سلمت كل ما يترتب ما ترتب عليها من المن؟ أموال للتي بي آي، لكن التي بي آي متحكم به من البنك الفيدرالي، وبالتالي منعت في ضوء العقوبات. أكو سؤال هنا، الجمهورية الإسلامية تتعامل مع أذربيجان ومع تركيا ومع الإمارات ومع وحتى الآن مع السعودية، ولكن فقط في العراق لا تسمح. العراق متحكم به بشكل مباشر. لا، الملف الكهرباء متحكم بمعنى الغاز أقصد هنا. لماذا؟ هو ورقة ضغط سياسية تحرك بها الشارع. أشار إلى ذلك المرحوم تشلبي يعني. نعم أشار بصراحة، هذا واقعا. نعم. أستاذ عباس، السفيرة الأمريكية إشارة كانت وردت على لسان الدكتور البرزنجي كلش مهمة، يقول لي القضية مو قضية أنه هي تتحرك، إنما القضية قضية النشر، نشر ما تقوم به. الرومانسكي كأنه يعني مستخفة بكل الوضع العراقي، بحيث أنها تنشر حركاتها عبر تويتر، حتى أنها نشرت مضمون زيارتها للنائب الأول لرئيس مجلس النواب الأستاذ محسن المندلاوي، وقالت أنها بحثت أجندة مجلس النواب التشريعي القادم، وبحثت عدد من القوانين المهمة كقانون النفط والغاز، قانون الانتخابات، قانون الموازنة أيضا. طيب هي ليش تسوي هالشكل؟ يعني قبل ما تعرف هي أنه هذا راح يعرض الناس إلى حرج؟ لا، بالتأكيد هي تعمل على هذه الورقة، وأنا جزء من عدها. أنت أشرت عن معلومة حديث. عن معلومة أقول لك أنه كثير من الزيارات هي تتعرض للضغط المباشر من قبل المسؤولين العراقيين وبعض القوى السياسية من خلال حالة الإحراج لما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية. بعضها إذا كان على الصفة الرسمية، فهي بعضها هو متعلق بملفات. يعني تعرف إحنا الولايات المتحدة الأمريكية ضاغطة، وأكو ملفات مشتركة متعلقة بالتواجد، متعلقة بالدولار، متعلقة بتحرير الأموال، متعلقة بالدين، تحتاج إلى أن يتم استدعائها ويتم الحديث معها، لكن ما تنشرها على أنه تم إرسال إليها حتى يكون التباحث. لا، هي جاي الزور. بالطرف الثاني أكو رسائل إيجابية تصل من قوى سياسية، أكثر من لقاء لرئيس الجمهورية وبعض الأشخاص كقادة إطار كانوا يتحدثون بصراحة حول الضرر الذي تسببين بهذا التحركات. هي أخذت دورها ودور بلاسخارت. تعرف كانت الفترة السابقة بلاسخارت هي اللي تقوم بجولات وتمر بهذه القضية، وتدخلت بكل المفاصل إلى أن جاءتها بهذه الآلية. واضح جدا، هم مراقبين، يعني مو غريبين، هم جزء من صناعة الإعلام في المنطقة. هي تدرك أهمية الحرج بهذا الموضوع، فعملية تسريبها للمجتمع حتى تدرك ما فيه من خطورة. ولا كثير من تحدث معها عن عملية عدم التعاون، عملية الفتح السفارة اللي فعاليات غير متفق عليها، عملية الاستقطاب للقوى السياسية، حديثها الصريح عن تهيئة قوى سياسية لاستلام النظام السياسي ومن غيره، عملية التهديد للنظام السياسي وللقوى السياسية. نكمل هذا بعد الفاصل، بعد إذنك أيها الأحبة،
عفوا ضيوف الأكارم أيها الأحبة، أنتم أيضا تعالوا معي لنقرأ مقطعا من مقال آخر حمل عنوان رومانسكي الأمريكية النسخة الحديثة من مس بيل البريطانية، الكاتب ياسر الربيعي. رومانسكي الأمريكية النسخة الحديثة من مس بيل البريطانية، الكاتب ياسر الربيعي. خلال عقدين من الزمن سعت أمريكا إلى زرع الفتن والمؤامرات والثأر بين أبناء الرافدين، بل إن أمريكا سعت لجعل البلد النفطي الأكبر في المنطقة يتسول رغيف الخبز، علاوة على انتشار البطالة والفساد والإرهاب المصطنع، بل ضاعت الدولة سياسيا واقتصاديا وحتى اجتماعيا، حيث انتشرت الظواهر السلبية المتمثلة في الإدمان وتجارة المخدرات والقتل والسرقة. نعم، لقد كانت أمريكا وحلفاؤها الغربيون يهدفون منذ البداية إلى هدم العراق. من خلال ما سبق يظهر جليا سبب ردة فعل الشعب العراقي ضد الأمريكان والعبث الأمريكي في العراق والتدخلات الفجة للسفيرة الأمريكية التي تتصرف وكأنها المندوب السامي في العراق. مرحبا بكم مرة أخرى وأخرى، وأجدد ترحيبي بضيوفي الأكارم دكتور حيدر. بالعودة إلى ما أشارت إليه السفيرة الأمريكية من أن العراق يحتل أهمية استراتيجية لدى واشنطن، يعني هل تعتقد أن ذلك يعني يتعلق بمحاولة قطع الخط الواصل من طهران إلى لبنان سوريا وإمدادات الأسلحة لهذه؟ أنا أعتقد أنه كلام السفيرة هو كلاما يقع على نحو التمني، والتمني في اللغة العربية لا يقع. هسه مرة نشوفه تمني ومرة نشوفه نوايا. خو النوايا التمني يكشف عن النوايا. طيب. ولكن لدينا بعض الزوايا التي لم يسلط عليها الضوء. جيد. في التعاطي العام على الوصف العام هسه قد يقول أكو لقاءات، نعم منتظمين سياسيين وهي جزء وهناك سفارة ويجب أن يتم التعامل معها. سألنا رئيس الوزراء بهذا الخصوص السيد محمد شيع السوداني والجناب السيد حاضر أيضا كذلك عن تكرار الزيارة للسفيرة الأمريكية، فأجاب قائلا أنه هناك ملفات تستدعي نحن من نستدعيها. لماذا؟ لأن هناك ملفات مشتركة كثيرة خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية، فبالتالي مو تأتي متى تشاء ووكالة من غير بواب. حتى زياراتها للقادة السياسيين الفحوى غير ما ينشر. طبعا أنا قلت لجنابك قبل قليل أنه هي الأكثر نشر للقاءات، في حين سفراء الآخرين ما عندهم هالقد نشر. لماذا؟ لأنه العراق موقعا جغرافيا ساخنا وسط هذه الأهمية التي تتحدث عنها، جغرافيا نفطيا اقتصاديا استراتيجيا جيوستراتيجي. هناك تغيرات وتحولات كبيرة في المنطقة خصوصا بعد المصالحة بين الجمهورية الإسلامية وبين السعودية، وهناك تغير ببوصلة الاقتصاد باتجاه الصين. يوم السبت لدينا حقيقة حدث جدا مهم، وهو أن هناك قطاع من القطاعات الأساسية الضرورية، قطاع النقل، هذه القناة التنمية أو ما تعرف بالقناة الجافة، الواقع الصحي كذلك، اليوم هناك تطوير وإنشاءات. نحن لسنا بحاجة اليوم إلى أن حقيقة خلي تصرح، لكنه على الأرض ماذا يمكن أن يكون؟ هل فعلا الفصائل المقاومة؟ لا، فصائل المقاومة اليوم تعطي فرصة لسيد رئيس الوزراء لأنها تثق به وتثق بأدائه، وهذا الموضوع محتوم ومختوم، أنه لا يمكن أن تبقى الولايات المتحدة الأمريكية إلى ما لا نهاية في العراق، وإن صرحت السفيرة وإن قالت وإن لمحت وإن حاولت. هي لم تقل ما إلى ما لا نهاية، ما نخشى أنها يستطيل هذا البقاء. لا، وهنا العبرة حقيقة، هذا البقاء هو ليس بقاء أبديا دائما، هو مؤقت ومرحلة تكتيكية. الحكومة تتعامل بتكتيكات وتوقيتات زمنية تعرف مداياتها، لا تريد أن تفتح أكثر من جبهة. هناك من يستفيد من هذه الاختلافات أو الخلافات ويحاول أن يوظفها بطريقة.
التظاهرات نموذجا. نعم نعم. ما حصل من قضية توظيف الموظفين. نعم. بدأت مطلبية. نعم. لتوظيف ثم تحولت إلى سياسية. نعم. ثم الآن بعد أن استوعبت الحكومة الحالية كل مخرجات الجامعات وثبتت العقود، خرجوا هؤلاء أنفسهم وقالوا لا، هذا إثقال للميزانية العراقية. عجيب. لأنها مراحل في حرب ناعمة قادتها الولايات المتحدة. إذن السفيرة في العراق أيضا هي تقود حربا ناعمة إعلامية تحاول من خلالها تشويه الصورة الحقيقية للأداء الحكومي، وتشويه الصورة الحقيقية لجبهة الرفض من أبناء المقاومة ومن الكيانات السياسية التي لديها فاعلية أساسية داخل مؤسسة الدولة، تريد أن تعطي صورة أنه هؤلاء اليوم لا يستهدفوننا، لا يتحدثون عننا، لا نستهدف هذا الوجود ولا نقبل به. وخصوصا رئيس الوزراء صرح في ألمانيا، إذا لاحظتم تصريحاته في ألمانيا كانت واضحة، صرح في مؤتمر صحفي في العراق وأكثر من ذلك، لكنه لا يراد أن تسمع هذه الحقيقة. طبعا هذا أشير في سيرتها على أنها جاء بها من بلد تمكنت من إثارة الفوضى فيه ثم جاء بها إلى بغداد. أستاذ عباس العرداوي، هل تعتقد أن هذا التصريح يستبطن نوعا من التحدي للتقارب السعودي الإيراني؟ الولايات المتحدة الأمريكية، يعني محاولة تأزيم المنطقة. لا عفوا، هو الولايات المتحدة الأمريكية شعرت بحالة الانكسار التام بالمنطقة، وشعرت أنها بدأت ليس فقط لم تسيطر على ملفات كانت تصارع عليها، بل بدأت تفقد حلفائها. تعرف أن المنطقة فيها تواجد أمريكي منذ التسعينيات، وبالتالي عملية هذا التواجد لا ينمو بل أن يتقهقر باتجاه صلح وانسجام، هذا خطر بالنسبة لها. لهذا محاولة تعويض بعض الخطوات، يعني لا تستطيع أن تصدر قرارات باتجاه السعودية مثلا، أصدرت كم كبير من القرارات باتجاه الجمهورية الإسلامية، حاولت أن تضغط فعليا على الأرض من خلال دعم الجماعات وغيرها. اليوم محاولة أن يكون الموضوع بأقل السقوف هو أن تتصرح، أن تصرح سفيرة، أن يتحدث عسكري، أن يكون هناك فعالية على الأرض، أن يتحدث بعض الضواغط من هنا هنالك. بالتالي بالتأكيد الموضوع متعلق بحالة الصلح التي تقاد بالمنطقة، والتي العراق له بشكل كامل له عدم السبق بأن يكون هو المهيئ لسلسلة الحوارات التي جرت في المنطقة. السياسة التي اتخذها العراق بالانتقال بنقل العراق من ساحة صراع إلى ساحة حوار وجمع المختلفين، اليوم فرصتنا كبيرة جدا. بعرف عمقنا مع الجمهورية الإسلامية كبير وواسع، وعمق العراق أيضا ببعد القوم على الدول العربية والخليجية أيضا له، فضلا عن الانطلاق نحو مسارات جديدة. تعرف أن عملية الصلح اليوم أشرت لنا عملية التنمية، بس الآن نتحدث عن مشروع التنمية الذي طرحها دولة الرئيس في الاجتماع الأخير في القمة العربية، وتحدث عن أهمية استثمار هذه الجغرافيا وهذه الثروات وهذه الطاقات وتنمية العلاقات، وأثنى على عملية الصلح مع سوريا، على عملية التصالح السعودي الإيراني. نعم نعم نعم. عملية التوافق مع من تركيا، تركي سوري، بالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تشعر بإقصائها من المنطقة وتشعر بانحسار تواجدها، يعني. فلهذا تطلق هذه الرسالة، أنت محاولة أن تحافظ على آخر مسمار. نحن نعيش لها. يعني مرحلة حرجة في تاريخ العالم، اللي هي يعني مرحلة انتهاء نظام وبداية نظام، مغادرة النظام العالمي الذي أرادت أمريكا أن ترسي دعمه، وولادة نظام، وكأن هناك إرهاصات لولادة نظام قائم على تعدد القطبية في سعي الولايات المتحدة الأمريكية لعرقلة مشاريع الصلح بين البلدان، نشر الاستقرار، ايجاد البدائل، ايجاد البدائل. عندك منظمه شنغهاي، عندك هل دول بريكس. بعد اذنك، هل تستطيع بحركتها هذه ان توقف او تعطل من سير الامور باتجاهها الصحيح؟ هي فقط تؤخر تؤخر تؤخر، ولا الثابت الان هو انحسار التواجد الامريكي وتقهقر الولايات المتحده الامريكيه نحو نفسها، بل نحو المشاكل التي قد تلحق بها لاحقا. تعرف اليوم صراعات الانتخابات، يعني اذا جت الانتخابات الامريكيه وترامب بهذا الاستعداد العالي لاجراء المشاركه
مع تداعيات الانتخابات الماضية وانهيارات كبيرة على المستوى الأمني ومشكلة الكونغرس وغيرها. اليوم أكو مشكلة هناك. إسرائيل التي كان يعتمد عليها قبل سنتين، نحن نتحدث عن صفقة القرن في المنطقة، نعم، والكل نعم. يقدم الولاءات نعم. وجتي جتي والقدس انتقلت وتسمية السفارة الأمريكية وعملية التطبيع التي تسابق عليها. اليوم لا، هذه كلها بدأت تنحسر وبدأت تضعف، وبدأ يدرك الجميع أن اليوم الحق في غير مساحة، والانتقال نحو الصلح. تركيا اليوم بدأت تتراجع عن البعد السوري، اليوم العراق بدأ يفكك مشاكل الداخلية، حالة الانسجام العالي في النظم السياسية العراقية بين الإقليم والمركز وبين المركز وبقية المناطق، حالة النهضة التي يريد أن يسعى إليها العراق ويطلقها من خلال مشاريع الاستراتيجية، هذه كلها واضحة قراءتها. دكتور حيدر، عبرت الفعاليات السياسية العراقية الكبرى الكبيرة منها والصغيرة عن رفضها لحركة أو لتحركات السفيرة رومانسكي، لكننا سمعنا جعجعة ولم نرى طحينا، إذ لا موقف لها أزاء هذه الانتهاكات. ليش غياب الموقف عن الفعاليات السياسية العراقية؟ يعني أولاً أنا قلت لجنابك سابقاً، هذا الملف هو ملف حكومة هي من تقوض، وإعطاء فرصة التعبير عن الاعتراض والامتعاض. أنت تريد تبرر الفعاليات السياسية وتضع الكرة في ملعب الحكومة؟ أبداً، لأن الحكومة الفعاليات السياسية عامل ضاغط، البرلمان مسؤول، سلطة تشريعية. أنا أقول لجنابك هذا ليس تبرير بقدر ما هو تقرير لواقع. إحنا كليتنا ندرك حجم ونوع الضغوط التي تتعرض لها الحكومة والتي يتعرض لها دولة رئيس الوزراء. لا أرمي الكرة بالمطلق في ساحة الحكومة، جيد، ولا أبرئ بنفس الوقت عن عدم التحرك الحقيقي، لكنه أكو شيء يجب أن نفهمه. الشيء الحقيقي الموجود، نريد أن يكون هناك استقرار لهذه الحكومة واستمرار وديمومة لتثبيت أركان الحكومة، ليس فقط على ليس هذا يعني على حساب الأصل أو على حساب المعتقدات أو الثوابت اللي ندعو لها منذ سنوات. القضية قضية تكتيك كما قلت لك. بس دكتور بعد إذنك، يعني هذا التكتيك من جانب الحكومة، يعني يقابله تكتيك من جانب السفارة. كلتنا كنا بعد إذنك يعني كنا شهود على برنامج آيل بحضرتك مطلع عليه، وكيف استقبلت رومانسكي عددا من الشباب تحت عنوان القادة الشباب. هذا يعني أن هناك جهدا تبذله السفيرة في صناعة القادة الشباب، وصناعة القادة الشباب كما نعلم هو يعني محاولة التمكن من إثارة الشارع متى ما تريد. فليصنع المنتظمون السياسيون أيضا قادة وشباب، لذلك أقول وهذا وبالتالي يجب أن يكون لهم برامج خاصة ورعاية خاصة بهؤلاء الشباب. وإحنا تساؤلنا ليش غاب الموقف، هي المشكلة وين؟ إشغالات. أنا ما أريد أن أحدث مقاربة، لكنه أكو مقاربة نعتز بها قياس مع الفارق طبعا. طيب، علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وهو علي بن أبي طالب، نعم، عندما تقرأ كتب التاريخ التي كان فيها دس لمحاولة أنه هذه القامة الإلهية هي الرمزية والقدوة والأسوة، لم تستطع أن تحكم أو تمتد حكمها أو تحاول أن تهدئ. يقول لك علي بن أبي طالب لم يجيد الإدارة، كانت لديه نقاط ضعف، أشغل علي بن أبي طالب سلام الله وصلاوته عليه بحروب، وكان يقودها حقيقة معاوية. نعم. هذه الإشغال. الإخوان أنا ما أقول لا، عندهم إخفاقات ويجب مراجعة ويجب أن تكون عندهم إدارة جيدة. بالتالي ليش أقول إدارة السيد محمد الشياع السوداني؟ مقتنعين بأدائه وحقيقة نثق به ونقول أنه مستقبلا مهم جدا. أنا أعتقد على المستوى القريب أنه سوف تكون هناك نوع مختلف تماما من التغيرات المهمة تجاه هذا التواجد الأمريكي. فبالتالي الإخوان انشغلوا بمسائل ثانوية أو أساسية، داعش، القاعدة وغيرها، والوضع الداخلي، وتركوا، استغلت هذه الفراغ، استغل الفراغ من قبل السفارة الأمريكية حتى تبني، أقول نماذج، ما أقول جيل، حتى يواجه أو يكون معول هدم
للنظام السياسي. دكتور طبعا لا شك أن هناك الكثير من الأصوات التي قيمت تجربة السيد محمد الشيعة السوداني وكان تقييمها إيجابي لأحد كبير، والرجل فعلا يعني ساع النعم حتى أولئك الذين كان لهم موقف ضده الآن يعني استسلموا إلى أن الرجل صاحب منجز. لكننا نعول على القوى السياسية بفعل يدعم عمل الحكومة لا واجب عليها. ومع هذه الكلمات دعنا نذهب مع الأستاذ عباس العرداوي. أنتم أيضا أحب تعالوا لنقرأ مقطعا من مقالنا الأخير الذي حمل عنوان الدور الأمريكي القذر في العراق قاسم الماضي. الدور الأمريكي القذر في العراق، الكاتب قاسم آل ماضي. سيل من الانتقادات والسخرية يطال السفيرة الأمريكية في العراق، ولا يزال ينظر العراقيون إلى التعامل معهم أي الأمريكيين بمثابة الخيانة للوطن، ويتم التعامل مع الخونة عادة بازدراء. العراقيون وتساءل العراقيون عن أي عراق أقوى تتحدث السفيرة الأمريكية، وهم لم يعرفوا عراقا موحدا قويا من بعد الاحتلال الأمريكي لبلادهم. ولماذا لا تجتمع السفيرة مع المسؤولين المعنيين في العراق؟ ولماذا تحاول الخروج عن الأعراف الدبلوماسية لعملها وتعمل كأنها حاكم لولاية من الولايات الأمريكية؟ مرحبا بكم مرة أخرى، وأجدد ترحيبي بالباحث والمحلل السياسي الأستاذ عباس العرداوي. مرحبا بكم مرة أخرى. حياك الله سيدي العزيز. الباحث والأكاديمي الدكتور حيدر البرزنتي، مرحبا بكم. حياك الله وبياك. وأخرى أستاذ عباس، شو القضية؟ وزارة الخارجية إذن من طين إذن من عجين، وين دورها في تنظيم الحراك الدبلوماسي في العراق؟ طبعا للأسف هذا الموضوع مشخص مسبقا وتحدثنا به وكتبت به كتاب كثيرا حول الدور البائس لوزارة الخارجية في التفاعل مع القضايا الأساسية، وحتى في التفاعل بالمحافل الدولية مع نشاطات ضد المنظومة السياسية العراقية. هنالك بالعكس، هنالك للأسف بعض المؤسسات الدبلوماسية أو اللي تخص وزارة الخارجية فيها توغل واضح لبعثيين ولأعداء النظام، وفيها لمبغضي لهذا النظام السياسي. الدور الأساسي الذي يجب أن تلعبه هو تمكين القوى السياسية العراقية من إيصال صوتها. للأسف هذا الموضوع ضائع وغائب، وللسيد الوزير منشغل بقطاعات سياسية وبفعل سياسي أكثر ما هو فعل دبلوماسي. موضوع اختيار الدبلوماسيين والسفراء أيضا هذا يعني أعتقد حتى هو جزء من منظومة تنفيذية حتى حكومة السيد السوداني أعتقد أنها ستراجع هذا الموضوع باعتبار أنه وضعته من جزء من أولوياتها في عملية إيصال الرسالة. تعرف السفير في تلك الدولة ضروري جدا، هو وجه النظام السياسي، مو وجه حزبه ولا وجه الرؤية التي يحملها أو المنطلقات، أو يذهب يكون عاملا في تلك الدولة وكأنه موظف عندها. لهذا عندنا إخفاق بهذا الملف بشكل واضح وجدي، وعملية التواصل مع المجتمع الدولي. تعرف أغلب القطاعات هي تذهب بنخبها وبمفكري هذا النظام وتوصل رسائلهم إلى العالم. هذا جاي يحدث في كثير من العالم. إحنا حتى في العراق من جاي تجينا كتاب وصحف وكتاب صحف ورؤساء تحرير وشخصيات أكاديمية وشخصيات علمية، تجي تطلع على هذه التجارب، على هذا الموضوع، على ذاك الموضوع، ويكون الاستفهام واضح جدا. للأسف احنا مغيبين كنخب سياسية، كنخب إعلامية، عن المؤتمرات الخارجية، عن الندوات الخارجية، عن ورش، عن رؤية العراق. اليوم العراق يتبنى رؤية التنمية مثلا، سبيل مثال الآن هذا واضح. ما هو دور وزارة الخارجية بإيصال هذه الرسالة من خلال التفسير وجذب والحديث معه؟ يعني شنو الضرر انه الدول المشاركة يجب ان تطلع على حقيقة الجغرافيا الموجودة. تعرف انه رأس المال جبان، يحتاج الى ان يسمع صوت حقيقي اتجاه ما يجري في المنطقة. والله العراق بسوء إدارة، والله العراق بفساد، والله العراق بكذا وكذا، وبالتالي هذا ما راح يوصل رسالة. هذه جزء كبير من مهمة صقل
المنظومة السياسية وإعطائها بصورتها الحقيقية بدون أن تكون أسيرة للإعلام المبتز والإعلام الأصفر والإعلام الضاغط والإعلام المكذب. هذه الأخبار اللي تطلع على القنوات العالمية غريبة تبوا عليها هذا الكلام بالعراق. أنا أطلع في بعض القنوات الإيجابية من أشوف التقرير يعني يا تعال شوف هذا موضوع الفساد بدأ يتقوض بسلطة الدولة بقوة. موضوع الأمن الحمد لله هنالك مستويات عالية من الأمن قد لا تتوفر في كثير من دول المنطقة. بالتالي عملية حتى عملية الديمقراطية بصورتها العامة بدينا نصبح ليس فقط تجربة. يعني كأنك تريد القول أن الذي يفشل في أداء هذه المهام من الطبيعي أن يفشل في قضية تنظيم الحراك الدبلوماسي في هو أنت إذا بدأت بتنظيم الحراك الدبلوماسي على المستوى الثقافي والأمن السياسي بالتأكيد سينعكس على المستوى التمثيلي والعسكري. دكتور حيدر، السفيرة الأمريكية إلينا رومانوسكي يعني منذ توليها المنصب بدأ وكأنها تمارس دور المندوب الثاني أو الوصي على العملية السياسية في العراق. طيب هسه ربما احنا ما ندري يجوز اكو بنود سرية في اتفاقية الإطار الاستراتيجي تتيح لها ممارسة هذا الدور؟ لا هذه شبهة أطلقت. احنا بنستفسر لإيضاح الموضوع. لا واضح واضح. نعم. هو إجابة للمتلقي. نعم. أنه أكو شبهة أطلقت أو حاول المأزومين الخاسرين من ما يحدث يقينا هناك أعداء سياسيين أتحدث يحاولون أن يصطادون بالماء العكر ويحاولون أن يوصفون القضية وكأنه اليوم رومانوسكي هي الولي المطلق على العملية السياسية والمتحكم في مزاج. أنا أقولها بضغط قاطع، هذا مو مع محمد الشيع السوداني ولا مع القوى السياسية الشيعية مهما رأى مهما. بالعكس أكو قصور أخرى مغيبة. هي عندما تزور أو تكرر الزيارة لديها طلبات جميعها ترفض وتعطى صورة أخرى. يعني مو بالضرورة هي عندها طلب تجي تزور سيد رئيس الوزراء قل لها لا يمكن أن نقبل بهذا الطلب أو بهذا الفرض. أو هي ما تقول أنا أريد أنا أفرض، تقترح من باب المساعدة. نعم نعم بصورة ناعمة. نعم نعم أنا أقترح أنه فلان يكون في فلان كذا طلب بصيغة الاقتراح. إيه نعم فلان قضية فلان مشروع فلان كذا فلان موضوع قوة سياسية هكذا تتداول. لكن يأتي طبعا واقعا قوى الإطار التنسيقي ليس بهذا الضعف وليس بهذه الحالة التي يحاول أن يصورها الآخر. نعم هم لديهم بعدا استراتيجيا وتكتيكا توقيتيا وفرصة للحكومة من أن تعالج هذا الملف بهدوء وبروية وبحكمة. لأنه حقيقة الحكومة لديها تزاحم في الملفات، ملف اقتصادي، ملف سياسي، ملف اجتماعي، ملف أمني، ملف صحي، ملف إسكان. ماذا تعالج؟ سنتان وأكثر من الهدر وتركة ثقيلة حقيقة تحتاج إلى فرصة. ستة أشهر أستاذ علاء غير كافية مطلقا في جميع الأنظمة السياسية والحكومات في العالم، لا أحد يستطيع. لكن بوادر العمل الإنجازات التي حصلت خلال هذه الحكومة تجعلنا متفائلين وداعمين. نعم. طيب أستاذ عباس، بالتأكيد تحركات السفيرة الأمريكية مثلت استفزازا كبيرا لمشاعر العراقيين، مشاعر العراقيين التي يمكن أن يعبر عنها بطرق مختلفة. يعني السفيرة الأمريكية لم تحسب حسابها في أن تكون هناك ردات فعل ربما تعود بنا إلى مراحل غادرناها؟ يعني الأساس بالتحركات هي حالة الاستفزاز، احنا متفقين عليها. نعم. ما دامت الأساس بها هي حركة الاستفزاز، فيها مرة تبحث باتجاه الجمهور، مرة باتجاه القوى السياسية، مرة تصنع حالة من الحرج، ومرة هي تحاول أن تثير ذلك الموضوع. وإلا كم دولة لدينا وكم سفير لدينا يتحرك. لكن هذا كل مرة كوفة شخص يلعب هذا الدور، كان في السابق قبل رومانسكي. بس عفوا أستاذ، طبيعة حراك السفراء الآخرين لا تشبه طبيعة حراك رومانسكي. بالتأكيد أنا أتذكر معك ومع الضيف الكريم السبهان
نعم. وكان العراق موقف رسمي بهذا الموضوع وقطع الطريق في زمن السيد الجعفري. نعم. اي ثم كان لدينا السفير البريطاني. نعم. وتم تحركات السفير التركي يروح مطعم يروح السفير التركي وتم توجيه وتم استبداله. نعم. على هذا الاساس. نعم. السفيرة الولايات المتحدة الامريكية ماكرون رومانسكي قبل رومانسكي الشخص السفير السابق قبل السفيرة الأمريكية الذي تعرض إلى الذي حاول أن يتدخل في موضوع الانتخابات كان عنده بيان مشترك مع السفارة البريطانية هو مارس هذه من خلال حتى تجوله في يوم الانتخابات وأحرج بعض القوى السياسية وتواصل مع المنظومة المفوضية وتعرضت للضغط السياسي المفوضية أنه ماذا يعني تواجد السفير الأمريكي السابق فشل في مهمته في أن يمزق وحدة العراق وأن يصنع فوضى. هذه السفيرة جاءت لأنها صنعت فوضى في مهمتها السابقة. هي جاءت من جغرافيا عمدت إلى صناعة مشاكل طائفية فيها ومشاكل اجتماعية وجاءت بفعل أنها تخطط لعملية الاستفزاز. لكن ما جرى هذا الموضوع اليوم الذي يستغل هو جاي يستغل على المستوى الإعلامي. نعم له تأثير على المستوى الإعلامي لا أحد ينكر هذا الموضوع، لكن هذا الموضوع تطور إلى أبعد من ذلك. هي اليوم تقود لعب رياضية، تقود منظمات اجتماعية، تتحدث بصراحة وكأنها المسؤولة عن هذه القطاعات، رغم أنه هذا الفعل هو لا تمارسه أمام سلطة الحكومة. الحكومة واضحة وجادة بالتعامل والتعاطي، هي تمارس هذا المهام خارج هذه الدائرة. فبالتالي هي تصنع حالة من الأزمة. بالضبط. هي تبحث عن أزمة. عملية الاستفزاز اللي اتفقنا عليها بالبداية هي تريد أن تصنع أزمة. الحكومة العراقية هل هذا جزء من حراك مستقبلي يراد؟ نعم بالتأكيد هو لهذا. الحكومة العراقية تدرك خطورة هذه التحركات وعدم الانجرار خلفها والاكتفاء بالتصريحات الرسمية والتعامل الرسمي معها. دكتور حيدر، رومانسكي لمست بشكل مباشر رفض العراقيين لتحركاتها ولقاءاتها المباشرة حتى مع بعض الفعاليات الاجتماعية، ورأينا احنا كيف طالب العراقيين او دفعوا برومانسكي ان تحذف صورتها مع من اسمتهم شيوخ عشائر، شالتها من تويتر. طيب طبعا اكثر من هذا ان الفعاليات الشعبية طالبت هؤلاء الشيوخ بتقديم الاعتذار. صحيح. لانهم ذهبوا بمنع عن الدولة بقرار شخصي وكأنهم صاروا دولة ضمن الدولة ويقررون اللقاء مع السفيرة الفلانية والسفير الفلاني. باعتقادك أنت السفيرة كيف تقرأ هذا الرفض؟ أستاذ علاء، طبيعة المجتمع العراقي طبيعة البنية الأساسية والتقليدية للبناء العشائري للمجتمع العراقي رافض تماماً لوجود الأجنبي في العراق، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. ليس الآن، هذا تاريخ، تاريخ ثقافة. ثورة العشرين هذه ثقافة، يعني ثقافة مترسخة في الأجيال. من ليس فقط الله. الجنوب. نعم. حتى في كردستان يعني الشيخ محمود الحفيد أيضا كان ثائرا ضد الإنجليز. نعم. وبالتالي كان يحمل سلاحه للدفاع عن بلده. فبالتالي أنا أجد أنه هذه المشاركات أو الفعاليات التي تحاول رومانسكي أن تعطي صورة ذهنية أخرى وجه، طبعا هي تعرف جيدا لديها مجسات، لديها من يعمل معها ينقل لها فعاليات المجتمعية، الفعاليات حتى السياسية، وهناك موجودين تعرف دائما هناك مجموعة من العملاء الذين يعملون تحت عناوين مختلفة. تعرف أنه هذا الرفض الشعبي والجماهيري هو قطعي وواقعي ولا يمكن أن يتقبله الشعب العراقي. اسمعوا ما كتبه معد البرنامج الإعلامي قاسم العجرش. أيها الأحبة، أنتم أيضا تعالوا نستمع سوية إلى ما كتبه معد الحلقة. المقاومة في العراق متجذرة وهي التي ستخرج الأمريكان بالقوة وبطريقة مذلة. الآن بعدما بدأ من الواضح أن الأمريكي لا يريد أن يخرج بالطريقة العمودية، وإنما يريد أن يخرج بعد أن يكون هناك ثمنا أفقيا سيدفعه. وعلى المستوى القانوني والدستوري والشعبي هناك رفض قاطع
لوجود القوات الأمريكية ولتصرفات السفيرة الأمريكية إلينا رومانوسكو، وستتم ترجمة الرفض إلى واقع معاش قريبا وقريبا جدا. في أمان الله.